اهلا بكم في قناة مساء الاخبار، واهلا بكل المشتركين واللي بيشوفونا دلوقتي من المتابعين وكل الناس اللي بتتفرج على الفيديو. النهارده هنتكلم عن الجزء الثاني لتوقعات مها عطيه. توقعات خطيره جدا، بالرغم ان ساعات في بعض الاحيان بحس ان عدد المشاهدين مش كتير بيتفرجوا على فيديوهاتها على قناتنا، لكن الحقيقه التوقعات اللي بتقولها مهمه، وفي كتير جدا من توقعاتها بتحصل، عشان كده واجب علينا ان احنا نتكلم عن هذه التوقعات. اولا احنا عملنا جزء اول لهذه التوقعات، وكانت ساعتها بتتكلم عن مصر وليبيا ولبنان وفلسطين. ما اتكلمتش كتير قوي عن فلسطين، بس هذا التوقع مهم. هتلاقوا اللينك بتاع الفيديو في نهاية الفيديو اللي حابب يتفرج عن قالت ايه عن تلك الدول. الجزء ده هتتكلم فيه عن سوريا، وبتقول دول تانية يعني، بس اولا سوريا بتقول نحو اوضاع سيئة. سوريا نحو اوضاع سيئة تشبه لبنان والأردن. هي شايفة كمان إن الأردن نحو أوضاع سيئة وإلى أسوأ، والأوضاع دي هتكون متذبذبة، لكن هيتحسن الوضع الأمني وبعدين الوضع السياسي والخارجي. هنشوف عودة للعلاقات مع كثير من الدول، وهنلاقي بشكل مفاجئ فتح سفارات من دول كانت معادية لسوريا وكانت بتطالب بإسقاط نظام الأسد، وهيكون هناك مفاوضات جديدة حول الجولان اللي هتكون محور العالم في المرحلة القادمة. من الواضح ان في كلام هيحصل على هضبة الجولان او الجولان نفسها، ونتمنى ان يكون الخير لسوريا. اما عن الاردن، هي توقعاتها سيئة للغاية. هي بتقول كده زي ما هي، يعني انا مش هغير في اللي قالته، انا هقوله بالظبط علشان الموضوع لافف شوية في توقعاتها، لكن بتدور حوالين حاجات خطيرة. قالت اللي بيحصل في الأراضي الأردنية واللي حصل بالداخل من أحداث سابقة من انقلابات وغيرها هي أحداث لتوريط أشخاص، هي أحداث لتوريط أشخاص فيها فقط لتثبيت حكم ولي العهد الملك عبد الله. يعني هي بتقول إن اللي حصل من انقلابات والمشاكل اللي سمعنا عنها في الأردن المرة اللي فاتت عشان يورطوا بعض الأشخاص وعشان يثبتوا حكم ولي العهد الملك عبد الله وقراراته في اختيار ابنه إنه يكون ولي العهد الجديد. والفترة اللي جاية هتكون عبارة عن لتسريع إصلاحات سياسية تحصل في الأردن، ولكن تلك الإصلاحات ستكون شكلية، وهتبقى الأجهزة الأمنية بقيادة المخابرات الأردنية مسيطرة على كل هذه الأصعدة، وهنلاقي مجلس نواب منتخب لا يحل بأمر من الملك من ضمن قوانين معنية. يعني في قوانين هتنزل جديدة هتدي للنواب أو مجلس النواب صلاحيات كبيرة، ما ينفعش يتحل بأمر الملك. وهتصبح الأردن دولة دستورية، وهيكون هناك رئيس وزراء منتخب، حتى هيتم التنسيق مع الكونفدرالية والسلطة الفلسطينية ومنح الجنسيات الأردنية للاجئين على الأراضي الأردنية. أي يعني عم أعتقد لكل اللاجئين الفلسطينيين في الأردن هيكون لهم الجنسية الأردنية أيضا، وحق التعويض وكثير من الأمور المتفق عنها منذ سنوات طويلة، ومفيش تغييرات في نظام الحكم الأردني، يعني يبقى زي ما هو نظام ملكي. وسيكون هناك بالمقابل، شوفوا بقى الحتة دي مهمة جدا وخطيرة، هيكون هناك بالمقابل سداد لديون بشكل كبير ودعم اقتصادي للأردن كبير جدا، وده هيكون ضمن تنازلات هتقدمها الأردن. كل هذا ما يسمى بالإصلاح، وكل الإصلاح ده هيكون هيجي من الكيان الإسرائيلي. حقيقة ازاي انا طول عمري بشوف الأردن الحقيقة بتدافع عن فلسطين وعمرها ما خدت فلوس من إسرائيل، لكن هي دي الكلام اللي كانت بتقوله مها عطية. والله اعلم، ممكن يكون كلامها صح واحنا ما نعرفش الدواخل فيه ايه. مهم نكمل مع بعض. وسنشهد زيارات غير متوقعة لرؤساء وأجهزة أمنية. الكلام ده ما بش في الأردن، عامة في المنطقة العربية بتاعتها سنشهد زيارات غير متوقعة لرؤساء وأجهزة أمنية في الأردن والمنطقة كلها لحل المشاكل والخلافات بين الدول العربية، وهتحصل تغييرات كبيرة داخل المنطقة خصوصا في الأربع أو خمس شهور المتبقيين من هذه السنة. وعن فيروس كورونا، قالت الحقيقة توقع غريب. قالت كورونا أصلا انتهت، هي مش موجودة، انتهت من العالم، وكل اللي بنشوفه دلوقتي عبارة عن شكليات لإتمام عملية اللقاح، وأكيد انتوا فاهمين القصد. يعني هما بيقول، هي بتقول ان العالم بيخوفنا وبيظهر تحورات وحاجات مخيفة لكورونا علشان الناس تاخد اللقاح اللي تم انتاجه
لان الناس طبعا لو عرفت ان الموضوع خلص محدش هيروح يخاف ويجري على ان هو ياخد اللقاح. وبتقول ان كل الدول هتتفتح على بعض بشكل نهائي، وان هذا الشهر من هنا لغاية شهر هنشوف ان كل الدول اللي كانت عاملة قيود هتفتح، وتقريبا الموضوع خلص. وقالت كمان بالنسبة للذهب، قالت انه هيطلع مش هينزل، واللي عنده فلوس ويقدر يشتري ذهب يشتري ويخبيه لان الذهب هيغلى. بالنسبة للرواتب وتقليل المعاش في الجيش اللبناني، اللي عاملين يقللوه، ده هيخلي الجيش ينضم للشعب وهتكون الثورة غير كل مرة. وقالت عن دولة العراق، رغم الفساد الهائل هتعود للواجهة، القوات الأمنية العراقية تبسط سيطرتها. ده هيحصل ازاي؟ هيحصل ان هنشوف ميليشيات إجرامية بتنتشر في كذا منطقة بالعراق، وده هيستدعي ان يد القوى الأمنية تكون قوية للغاية لفرض السيطرة والحفاظ على هيبة الدولة. وايضا في محاربة للفساد بشكل كبير، وفي ان القضاء العراقي سيصدر احكام على العراقيين في الخارج اللي سرقوا ونهبوا اموال الشعب العراقي. وهنسمع ان رؤوس كبيرة بداخل العراق هتوضع في السجون، وهيتم اغتيال الكثير من القوى. للأسف بتقول انا شايفة في مصر والعراق الكثير من الارهاب، ارهاب كبير جدا، بحذر مصر خصوصا من الإرهاب، وأتمنى أن يكون الجيش المصري بالمرصاد لتلك المحاولات أو الهجمات الإرهابية. أما عن قطر ما تكلمتش كتير، قالت أنا اتكلمت عنها قبل كده، وقالت بعد التسويات والمصالحات والمفاوضات اللي بتحصل دلوقتي مع الدول العربية، شايفة خطة متلفقة الأمير قطر، لكن مش عارفة الموضوع هيخلص على إيه، هل هيخلص بالخير ولا بالشر، هي ما حددتش. والمغرب العربي شايفة فيه شوية تغيير على القشرة الأرضية، يعني هنشوفها هزات أو زلازل، ولكن هي بتطمن الناس وبتقول لهم ما تخافوش، الهزات هتكون خفيفة مش قوية ومش هتأثر بشكل كبير. في تجنيس للفلسطينيين سواء كان في الأردن أو في لبنان، وحل جذري لموضوع المخيمات، وبعض المشاجرات هتكون في المخيمات اللبنانية خاصة في جنوب لبنان. وقالت هي اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده، وتحقق دلوقتي في مشاجرات بتحصل بين الفلسطينيين واللبنانيين في جنوب لبنان عند المخيمات. وما زال الدولار للأسف هيرتفع في لبنان، وكل ده عشان يضغطوا على الشعب، ومش هيقف على كده، هو هيرتفع مرة تانية ولكن مش بالارتفاع المتوقع، يعني هيكون ارتفاع طفيف. باقي التوقعات، قالت عن الجزائر ان في خضة او هزة ارضية، ولكن تونس شايفة فيها حزن كبير، وشايفة الشعب التونسي حزين، بس ما حددتش برضو ايه سبب حزنه. وايضا اتكلمت على ان السيسي في دايرة الخطر، يعني هي بتحاول تقول ان في محاولة اغتيال للرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر، ولكن المفرح في الموضوع انه هينجو منها. امير الكويت هيصدر تعويضات للقروض والديون اللي على الناس لكتير من الناس، وفي فلوس جايه لاهلنا في الكويت من بعد خطه امنيه، مش عارفه هي برضو ما حددتش هتكون عامله ازاي هذه الخطه. وايضا مش بس الخطه الامنيه هتكون في الكويت، لكن هتكون في الاردن في ميناء العقبه. وقالت في صديق ليها بدون ذكر اسمه عشان لازم تستأذن منه الاول، بيقول ان هو بيتوقع الاستيلاء على ميناء العقبة، لكن من انهي جهة الله اعلم. لبنان للأسف رايح للأسوأ، واكبر غلطة حصلت هي تقليل مرتبات الجيش ومعاشه، ده هيؤدي لنزول الجيش مع الشعب. بتأكد الموضوع ده ان لو الجيش، وعلى فكرة لو الجيش نزل مع الشعب خلاص الموضوع خلص، ده في اعتقادي، لان اي دولة طالما الجيش نزل يبقى خلاص اي حكومة هتكون موجودة او رئيس هيتشال، لان خلاص محدش هيعرف يقف قدامه. دي كانت كلمات وتوقعات مها عطية، فربنا يستر ان شاء الله للدول العربية، وخصوصا زي ما بقول كده لبنان والعراق ومصر، شايفة فيهم ارهاب وشايفة فيهم يعني تأزمات، وشايفة كمان ان في الاردن وسوريا في برضو حاجات سيئة، ولكن هتتحسن فيما بعد، وخصوصا سوريا الوضع هيبتدي يبقى الأفضل. كده نكون انتهينا من الفيديو، شكرا على وجودكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتتفرجوا على الفيديو الجزء الأول لو انتم ما شفتوهوش، هتلاقوه في نهاية الفيديو. وايضا تشتركوا وتفعلوا، وكمان تعملوا لايك وشير معذرة للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. واستنونا ان شاء الله في اخبار اكتر وتوقعات اكتر على قناتنا، وهنتكلم عن ليلى عبد اللطيف الساعة 5 زي ما احنا كلنا متعودين، ودول عربية جديدة وتوقعاتها اليوم. شكرا واشوفكم بخير ان شاء الله.